ازيكم يا مواليد برج الحمل؟ يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الحمل ليوم الخميس الموافق 11 يناير 2024. بالنسبة ليك النهاردة يا حمل، هتبتدي يبقى عندك فرصة حلوة جدا، لازم تستغلها بشكل كويس، وهتبقى عظيمة جدا عشان تبرز فيها كل قيمك وكل مساهماتك. هتبقى صادق جدا مع نفسك، لأن الأصالة عندك هتبقى بتلبي كل الطلبات. عندك كل الأشخاص بيتابعوا خطواتك النهاردة، بس حاول تركز على هدفك اللي بيعتبر مداه طويل. هتتجنب كل التأثيرات اللي فيها دوافع من الأشخاص اللي حواليك اللي ممكن تخليك تنحرف أكتر. مثابرتك ورؤيتك هتبقى مفتاح النجاح لليوم ده. عندك فترة هتعكس فيها ده على صحتك وتفكر فيها في أنك تعزز نفسك أكتر. هتبقى في تمارين هتمارسها بتساعدك على صحتك النهاردة. من الطبيعي أنك تشعر بشوية تردد، خاصة أن المخاطر ابتدت تبقى كبيرة قدامك. حتى الأشخاص اللي حواليك هيبقوا متقدمين جدا، نهجك حذر بشكل كبير، بيفضل استراتيجية تبقى بطيئة أكتر وعدوانية وأقل عدوانية في اليوم ده. نهجك يعتبر حكيم، كل الأشخاص اللي حواليك بيحسدوك على المواقف اللي فيها مخاطر بتمر فيها، لكنك بتتقدم بسرعة وبسهولة. هيجيب ليك تحديات كتيرة جدا في العلاقات اللي بتعتبر وثيقة، ده بيؤدي لتوترات كبيرة جدا في البيت. لو كنت بتواجه صداع متزايد، مهم جدا انك تخصص شوية وقت لنفسك وتعالج كل المشكلة دي وتحلها. لازم تركز اكتر لو في السفر على تواصلك مع الطبيعة. هتبقى وجهات النظر النهاردة قريبة من بعض.